الواقع متاع البلديات والشباب في المستوى المحلي في تونس بلدية البلدية أخرى حسب الأعضاء المكونين للبلدية في إرادة التغيير أو لا، وكذلك باختلاف الوجود الشبابي والحركة الحركات الشبابية في المستوى المحلي. فتنطلق من إعداد، عنا مشاريع في تونس اليوم الإعداد برامج تنمية على مستوى متوسط تشاركية مثلا في سوسة، عنا برامج أخرى متاع إعداد ميزانية تشاركية واللي هي قمة المراحل التشاركية هي الميزانية التشاركية، لكن في مناطق أخرى نلاحظوا اللي فما غياب كلي ومطلق لكل شراكة بين البلدية أو مشاركة من ناحية المجتمع المدني الشبابي في اتجاه البلديات. شاركت في منتدى مراكش نوفمبر المنظم من قبل المشرف عليه منظمة أنالينت. المنتدى هذا جمع 5 بلدان مغاربية، هي ترتيبا ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا. كان الموضوع الشباب في الحوار المحلي، وكانت الدورة ثرية جدا، ولاحظنا اللي فما عديد نقاط التلاقي بين الشباب المغاربي، خاصة انه يحمل إرادة للتغيير وطاقة هائلة في داخله انه للإبداع وإحداث تغيير نوعي، خاصة مع الوسائل اللي يمتلكها اليوم من وسائل تقنية وتكنولوجية حديثة كما مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبة للمنتدى المشرق اللي أنا نشارك فيه باش نوصل رسالة من منتدى المغرب من ناحية، وباش نشارك ونشوف الاختلافات والتقارب وجه التقارب والاختلاف بين منتدى المشرق ومنتدى المغرب. الملاحظ أنه فما بعض الاختلافات أكيد في التركيبة الاجتماعية بين المغرب والمشرق، لأنه المشرق أكثر تنوع ثقافي وديني، أنه فما بعض البلديات اللي في عندهم في المنتخبين أو الجهاز الإداري للبلدية فما إرادة حقيقية للتغيير، خاصة من الشباب والأقل شبابا، هناك عديد الكهول والشيوخ الذين يحملون فكر من روح الشباب. فكما في تونس اعتقدت انه الوضعيه في تونس فقط لانه وضعيه انتقاليه ومتقدمه نسبيا في مستوى الاصلاحات الاداريه والتشريعيه، لكن لاحظت اللي في منطقه المشرق ومنطقه المغرب يتلقوا في المعطى هذا، انه عديد المنتخبين المحليين، عديد الاجهزه الاداريه، المسؤولين الاداريين المحليين يحملوا الاراده نتاع التغيير. يمكن العوائق اليوم في عملية التقريب بين الشباب على المستوى المحلي والبلديات في كل المنطقة العربية، فما نوع من الصراع الجيلي، صراع بين الأجيال، ان كونفلي جينيراسيونيل، انه الجيل السابق يعتقد العديد من الجيل السابق يعتقدوا للجيل اللاحق ما هو جيل غير قادر انه ينجح، انه تفسخ اخلاقي، انه ما عندوش فكر، ما عندوش، هو مجرد ملتصق بالآلة. الجيل الجديد يعتقد للجيل السابق معناها اركايك، متحجر، متكلس، لا يمكن ان يقدم، ان يضيف شيء. لكن كل واحد منهم عنده شيء ينجم يقدمه للإنسان، وينجم يقدمه للإنسان في البعد المحلي، في البعد الأضيق تقريبا. اليوم من خلال البرنامج دورك للشباب بالأساس وبالأكيد، لكن دورك زاد للكهول ودورك للشيوخ اللي باش في مستوى المحليات على الأقل انه نقدموا النموذج في التكامل الجيلي ومش الصراع الجيلي، انه الجيل الاصغر يتعلم وياخذ من خبرات الجيل الاكبر، والجيل الاكبر يتواصل وينفتح على الجيل الاصغر، الجيل الشاب، انه ياخذ من عنده التقنيه الحديثه، انه ياخذ من عنده وسائل السرعه والتطور اللي موجوده. اكيد انه في وجود كل هذه المعطيات، وجود الرغبه ووجود المبادره الحقيقيه بالتغيير من الناحيتين، انه الانتاج باش يكون انتاج انساني بامتياز، وباش يكون انتاج رائع بامتياز. ومش بالنسبة لي أنا برنامج دورك كما يقول هو دور شخص معين، مش باش نغيروا الواقع متاع العالم العربي في سنة أو سنتين، إنه على الأقل نلقاو القاسم المشترك أو القواسم المشتركة من خلال بعض الممارسات الفضلة، أفضل الممارسات في المنطقة العربية بخصوص الحوار بين الشباب وإدماج الشباب في هذا الحوار المحلي، أنه يكون فاعل أساسي في الحوار المحلي بين مختلف الفاعلين. هناك عديد الفاعلين، أنه الشباب يكون واحد من الفاعلين الرئيسيين فيهم برؤيته الجيدة، بطاقته، بقدرته على التغيير، في عوض أنه يكون أداة للتخريب يكون أداة للبناء،
وهذا من خلال البرنامج هذا كنموذج، من خلال الممارسات اللي يمكن انه ينشأها البرنامج هذا بالحوار بين منطقة المشرق، منطقة المغرب، منطقة المشرق، ثم منطقة المشرق والمغرب ملتقيتين. وشكرا.